la corde. C'est une corde que tu vois avec deux bouts. Un semi. Ok, là, la tunisienne, elle en fait trois bouts et un semi. يستمتعوا بداك الشيء اللي كيشوفوا. نتمنى ان نال الاعجاب ديالكم. وصراحه يعني في الجائحه اللي جات دابا يعني بوندون براتيكمون واحد العام دابا التياتر كما كتعرفوا مسدودين, دونك ما كاينش لي سبيكتاكل لايف, ودونك الحاجه الوحيده اللي بقات هو سواء في الديجيتال انك كدير اعمال وكتدوزهم في الديجيتال او لي بلاطو تيليفزيون ولا لي راديو. دونك نتمنوا ان هذه الجائحه تسالي راه قبل ما تسالي معنا بعد يعني مشتاقين ان الناس يرجعوا ان شاء الله للمسرح والسينما ويشوفوا لي كونسير وداكشي ان شاء الله بحول الله. وهو تفاعل كما كيقولوا كيبقى شويه يعني ماشي بحال لايف, هذا هو اللي كيجعل ان انا كنفضل ان الناس يشوفوا اللايف هو الاول ومن بعد يقدروا يشوفوا من بعد في الديجيتال. اما في الديجيتال بحال كتقول كيأثر الكونديسيون داك لوتور, ما تقدرش ديروا بواحد الطريقه اللي كديروا في اللايف غديروا في الديجيتال ماشي بحال فحال. دونك سي جوست فوا بيتيتر واحد الوقت ديال لادابتاسيون باش اما هو كيبقى اللايف احسن يعني حاجه الانسان الفنان انه يقدر يديرها. لا ماجي في المغرب يعني بالنسبه لينا ماشي كجميع الدول, ولكن مع هذا الجيتوم هذا الديجيتال فتح المجال لبزاف ديال الناس انهم بداو كيقدموا عروض وهذا. ولكن بالنسبه لي نرجع عاوتاني نقول العرض الحقيقي هو اللي كدير لايف مع الناس, لان يعني ملي كتكون انفاس مع الكاميرا ديالك كتكون حاجه عاديه يعني في tu dans ta zone de confort كما كنقولوا, ولكن ملي كتمشي للناس وكدير له لايف هنا ملي كتشوف يعني جدي با لا فالور مي هذاك الشيء اللي كدير واش عنده اقبال او كونيكسيون مع الناس ديريكت ولا لا. ان شاء الله نتمنى ان يكونوا يعني مدارس في المغرب اللي يقدوا ان الناس يتعلموا الدراري يتعلموا هذا الفن هذا ويزيدوا به القدام ان شاء الله. هذا العاب الخفه ونقول لك كما يقول قطعيا ما كاين حتى شيء يعني كما نقولوا العاب الخفه انها غيكون فيها السحر بالمعتقد ديالنا ما كاينش سان اكزيستو با, وغنقول الناس غا كونوا مرتاحين نشطوا وضحكوا يعني وتفرجوا على خاطركم, ما كاينش كاع داك السحر ما كاينش سان اكزيستو با في هاد لي تور دو ماجي يعني سان اكزيستو با في هاد لي تور دو ماجي. دونك فوالا عروض هما كاينين عروض يعني بزاف, واحد منهم هو داك لاكورد اللي درت قبيله اللي كنت ربحت به شامبيون بلجيك يعني واحد شامبيون في لا بلجيك ماجيك رويال ماجيك دريم. كنت خديت الرتبه الاولى وشاركت بواحد دوطخ تور كما كيسمو دريم في ايطاليا, كنت خديت الرتبه الثالثه. الحمد لله كاينين يعني عروض اللي هما عروض الخشبه داكشي علاش
ان شاء الله كيحلوا المسارح ان شاء الله يعني البوبليك ماروكان ان شاء الله يسخا انفيتي ا فينير فوار دو بري ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ان شاء الله عما قريب ان شاء الله نتمنوا في المستقبل القريب ان شاء الله نكونوا يعني ايبل يعني كاين تكون ان شاء الله بيان سور لان ارتيست كيمشي ولي زانستونس ولا لا كونستيتيسيون يعني ماشي يعني الارتيست ملي كيدير شي حاجه واحد النهار غادي يموت وغادي يمشي ولكن الا خليتي واحد المدرسه هذيك غتبقى دونك هذاك هو اللي خص ان شاء الله يدار وباش الناس يتعلموا لهذا الفن ان شاء الله بحول الله.